بما اننا جبنا سيره الكومبرنس، فتعالوا كده بالمره نعرف اجزاء انجلر، يعني ناخد الصوره العامه لانجلر وبعد كده ايه نبتدي نتكلم عن حاجه حاجه بالتفصيل. احنا قلنا ان الصفحه بتاعتنا الاساسيه والابلكيشن بتاعنا الاساسي مكون من مجموعه من الكومبرنس اللي بنبتدي نجمعها كده مع بعض عشان تكون لنا الصفحه. الكومبرنت نفسه عباره عن فيو، الفيو يعني اي حاجه بتظهر على الصفحه من اول بقى زرار لغايه جزء كامل في الصفحه لغايه بقى الصفحه كلها، يعني الصفحه كلها عباره عن كومبرنت جواها تشايلد كومبرنتس، كل كومبرنت ينفع يبقى جواه تشايلد كومبرنتس وكل تشايلد كومبرنت يبقى جواه تشايلد كومبرنتس، دي اللي بتكون البلوم تري في الاخر. فالكومبرنت نفسه بيديفاين فيو، يعني ايه فيو؟ يعني جزء بنشوفه من على الشاشه من الابلكيشن، يعني مثلا لو فتحنا الفيسبوك بيج فبنلاقي ان فوق خالص بيبقى فيه تول بار، ده كومبرنت، ده فيو بنشكله ازاي بكومبرنت. مثلا بيبقى في سايد منيو ده كومبوننت تاني، البوست نفسه كومبوننت تالت. البوست بقى ككومبوننت ممكن يبقى جواه مجموعه من الكومبوننتس لما بنجمعهم مع بعض بتكون لنا بوست، زي مثلا الشريط بتاع الرياكشنز اللي بيبقى فيه بقى لايكس والحاجات دي وشير وممكن يبقى فيه بوكس تحت للكومنتس، وممكن يبقى فيه كومبوننت تاني ده بيهندل بقى البوست نفسه، يعني بيظهر بقى الصور وبيظهر بقى التكست نفسه، بيعمل لك اوتوماتيك كده حته اللي هو شو مور لو التكست طويل او كده، يبقى ده ممكن اعمل كومبوننت بينظم لي الحته دي وكومبوننت تاني بينظم لي الرياكشنز وكومبوننت تالت بينظم لي الكومنتس اللي هي بتبقى موجوده على البوست. الثلاثه مع بعض كده لما بجمعهم مع بعض بعمل بوست كومبوننت. تمام، البوست كومبوننت ده ممكن احطه جوه كومبوننت اكبر منه اللي هو المين كومبوننت اللي هو بيحتوي بقى البوستس كلها، المين كومبوننت مع السايد كومبوننت اللي شايل بقى المنيو اللي في الجنب مع التول بار كومبوننت كلهم مع بعض بقى بيشكلوا لي الاب كومبوننت ككل. يبقى الاب كومبوننت ده الكونتينر اللي بيحتوي كل الكومبوننتس. المهم اللي يهمنا دلوقتي وبناكد عليه ان الكومبوننت ده ما هو الا فيو في الصفحه، يعني ايه الحاجه اللي انت شايفها قدامك على الصفحه دي عباره عن كومبوننت جوه الابلكيشن بتاعنا. بيبقى في كونسبتس تانيه غير الكومبوننت بتخدم بقى على الكومبوننت. فعندنا مثلا حاجه اسمها دايركتيف، الدايركتيف ده باختصار شديد بنتحكم في البيهافير بتاع الكومبوننت، ممكن اتحكم في طريقة أو السلوك اللي الكومبوننت بيشتغل بيه، ممكن أتحكم في البيهيفير بتاع الكومبوننت، ممكن أتحكم في الفانكشناليتي بتاع الكومبوننت. فأنا ممكن أعمل دايركتيف يتحكم لي أكتر في البيهيفير بتاع الكومبوننت بتاعي. أدي لك مثال، طبعا المثال الشهير اللي هو بيبقى موجود في الديفولت توتوريال بتاعت أنجلر، لو أنا ممكن أعمل دايركتيف مثلا بيهايلايت حاجة معينة. فتعالوا كده ندي بصة على لو أنا عملت كومبوننت، أنا لسه طبعا ما عملتش أي كومبوننت، هنسميه مثلا ماي كومبوننت. وزي ما انت شايف انا لما بحب انجكت كومبوننت في مكان معين ما بعملش اي حاجه غير ان بكتب السيلكتور بتاعه. طبعا هو هنا بيديني بالاحمر عشان انا اصلا لسه ما انشاتش الكومبوننت ده، ولكن انا دلوقتي عندي ماي كومبوننت. طيب انا عايز اتحكم في البيهيفير بتاع الكومبوننت ده، فبعمل ايه؟ بستخدم دايركتيف. الدايركتيف بالنسبه للكومبوننت زي الاتريبيوت بالنسبه للاتش تي ام ال تاج، فببتدي احط هنا الاتريبيوتس بتاعتي او الدايركتيف بتاعتي بنفس الطريقه اللي بحط بيها الاتريبيوتس بتاعت الاتش تي ام ال. يعني ممكن اقول له مثلا هستخدم مثلا دايركتيف اسمه هايلايت. الدايركتيف ده لما بيشوف كلمة هايلايت موجودة في كومبوننت بيقوم ماسك الكومبوننت ده بيديله مثلا باك جراوند ريد يالو مثلا، بحيث يديلك كده ايحاء انه كاني عملت هايلايت للكلام اللي موجود جوه. او ممكن طبعا بكون بعمل هايلايت لحاجات معينه جوه الكومبوننت، بدخل مثلا على الباراجراف تحديدا او على كلاسز معينه وابتدي اعمل لها هايلايت بطريقه ما. ممكن مثلا اعمل دايركتيف هسميه ليزي، يبقى انا هليزي لود مثلا الايميجز اللي موجوده جوه الكومبوننت ده. طبعا انت تقدر تفكر في دايركتيف بيعمل اي حاجه انت عايزها جوه الكومبوننت. الكومبوننت نفسه بيستقبل داتا او بنسميها انبوتس وبيطلع اوتبوتس. الداتا دي بقى هي اللي بتتحكم في العناصر اللي بتظهر جوه الكومبوننت. زي ما اتفقنا مثلا انا عندي تول بار كومبوننت، عشان اخلي التول بار ده ريوزيبل انا عندي طبعا طريقه من الاثنين عشان اكريت بيها الكومبوننت، طريقه المبتدئين وطريقه المحترفين. طريقه المبتدئين ان انا لو عندي مثلا تول بار زي بتاع فيسبوك كده بيبقى جوه شويه زراير، مثلا زرار لوج ان او لوج اوت، وبيبقى في النص مثلا بيبقى فيه شويه لينكات مثلا اللي هو تروح للايفنتس، تروح مثلا للجروبس، تروح وهكذا، وعلى الشمال بيبقى فيه اللوجو بتاع فيسبوك. فانا ممكن هارد كود الكود بتاعي ده جوه الكومبوننت نفسه
ولكن الطريقه الاشيك والافضل ان انا عايز اخلي الكومبوننت نفسه يبقى ريوزيبل، يبقى في اي حته فيها تول بار، حتى لو التول بار ده مختلف جواه مثلا تولز مختلفه او جواه لينكس مختلفه او زراير مختلفه، فانا بستقبل العناصر دي على هيئه انبوتس. فكره الانبوتس بقى ان انا بخلي الكومبوننت بتاعي دايناميك اكتر، ريوزيبل اكتر، زي ما هنشوف كمان شويه. يبقى احنا كده قلنا ان في كومبوننتس دي بتمثل الفيو، بتحكم في البيهيفير بتاع الكومبوننت عن طريق دايركتيف، بتحكم في الداتا بتاعه الكومبوننت عن طريق الانبوتس، وطبعا الاوتبوتس دي المناظره ليها زي ما هنتعلم كمان شويه. بتحكم بقى في الترانسفورميشن بتاعه الداتا اللي موجوده جوه الكومبوننت او جوه البروبس بتاعه الكومبوننت عن طريق حاجه اسمها بايبس. يبقى احنا لغايه دلوقتي اتكلمنا عن كومبوننتس. انا عارف طبعا ان ممكن ما تكونش المعلومه واصله لك بنسبه 100%، هتلاقي نفسك لسه مشوش ومشتت كده شويه، عادي جدا مفيش اي مشكله. كل الكلام ده هنهري فيه مليون مرة وأمثلة، وهنعمل حاجات بإيدينا أبليكيشنز، وهنعمل هنحفظه صم. فأنا عندي المكون الأساسي لأنجلر هو الكومبوننت، وده بيمثل طبعا فيو على الشاشة بتاعتي. وبعدين بتحكم في الكومبوننت ده أو في البيهيفير بتاع الكومبوننت ده عن طريق دايركتيف. و بتحكم في الداتا بتاعة الكومبوننت نفسه عن طريق الانبوت والاوتبوت. بتحكم في الفاليوز او الترانسفورميشنز بتاعة البروبس بتاعتي عن طريق البايبس. البايب طبعا هي مش حاجة تخص انجولار بالذات، هي حاجة في البروجرامنج عموما، ان انا ببايب حاجة او بترانسفورم فاليو معينة. زي مثلا انا عندي اسم شخص، اسم اليوزر نيم مثلا، وبقول له ويلكم فلان مثلا، فانا عايز فلان دي تظهر، او عايز اعمل كابيتالايز لاول حرف من كل كلمه، فده ترانسفورميشن بيحصل للداتا. ده بايب. عايز مثلا التاريخ يظهر بشكل معين، انا التاريخ طبعا ممكن يظهر باشكال كتير، في بعض الدول بتحط المانث الاول بعد كده الدي بعد كده الير، في دول تانية بتعكس زي في مصر مثلا بنستخدم الدي الاول بعد كده المانث وبعد كده الير. عايز مثلا التاريخ ده يظهر بالشورت فورمات او باللونج فورمات، عايز احط مثلا الساعه او اظهر التاريخ بس او اظهر الساعه بس، او اغير الحاجه كلها واظهر مثلا حاجات زي 2 minutes ago 1 hour ago زي ما فيسبوك بيعمل. فانا عشان اترانسفورم الفاليو دي باختصار شديد جدا بعمل بايب. البايب دي بتاخد فاليو وبترجع لي الفاليو الجديده. فلو انا عندي ديت بايب مثلا، هي هتاخد الفاليو على هيئه ايزو سترينج مثلا، او على هيئه تايم ستامب او وات ايفر، وهتعمل شويه ترانسفورميشن وترجع لي الفاليو الجديده بالارجمنتس اللي انا عايزها او بالاوبشنز اللي انا عايزها. واحدة بقى من الحاجات المهمة هي السيرفيس، والسيرفيس دي برن فيها أي كود جافا سكريبت أنا عايزه يرن في الباك جراوند. اي كود مسؤول عن الفيو انا برنه جوه الكومبوننت، اي كود ملوش علاقه بالفيو باخده ارميه في السيرفيس. زي مثلا لو انا عايز ابعت اجيب داتا من الباك اند، فدي حاجه ملهاش علاقه بالفيو، يبقى بعملها فين؟ بعملها في السيرفيس مش في الكومبوننت دايركت. ولكن لو انا عندي داتا او عندي فانكشن مثلا، الفانكشن دي بتحكم بيها في الفيو، يبقى دي خلاص بسيبها في الكومبوننت عادي. دول كده الحاجات الاساسيه اللي بتشكل لي او بتتعامل او بتطلع لي بقى فيو في الاخر. طبعا انجولار بيبقى فيه كونسبتس اكتر من كده بكتير، ولكن انا مركز هنا على الكونسبتس اللي هتشكل لي فيو، هتطلع لي حاجه على الشاشه. الاساسي بتاعي هو الكومبوننت، هو ده اللي بيشكل الفيو نفسه. بتحكم في البيهافير بتاع الكومبوننت عن طريق دايركتيف، بتحكم في الداتا بتاعت الكومبوننت عن طريق الانبوتس والاوتبوتس، بتحكم في الفاليوز بتاعت البروبس عن طريق البايبس، بتحكم طبعا في الجافا سكريبت اكسكيوجن او اي كود ببقى عايز ارنه برميه في السيرفيس. دول بقى الحاجات اللي احنا هنركز عليها في التشابتر او في الجزء ده من التوتوريال.